السلام عليكم اخواتي في الله، وحشتوني. جايب لكم النهارده الدمار والضرب النار كله بفضل الله تعالى. قبل ما نبدا الحلقه عايز انقي حد من اخواتي من التعليقات، يكون بس عمل لايك وتعليق ويحاول يعمل شير للحلقه عشان يبقى عمل كل الشروط، عشان ان شاء الله ارجع اطلع جوائز هدايا تاني وهنقي كومنتات عشوائيه وكل واحد افاجئه بان انا هسيب له كومنت هو اللي اخترتك يا باشا. يلا بينا يا شباب، بقالنا كتير قوي ما صورناش عن السلاحف البرمائية يا اخواتي، تصدقوا بقالنا كتير جدا جدا جدا. السلام عليكم، ازيكم يا اخواتنا؟ كل سنه وانتم طيبين. النهارده معاكم في حلقه جديده لدمار جديد ضرب نار. قبل ما نبدا حلقتنا ما تنسوش تفعلوا جرس الاشتراك وتركبوا متفعيل زر الاشتراك كل الاشعارات الخاصه بالقناه، ولايك وشير كومنت جميل. والنهارده جايب لكم حلقه استثنائيه معانا، السلاحف ذات البذور الحمراء. بص كده ما شاء الله تبارك الله، بص كده ده كده، بص ما شاء الله تبارك الله الجمال اللي ربنا عامل ازاي. وعندي بقى ده الحدوته مليون، بص بقى ده معاك الحلقه ما شاء الله، ده حته تانيه، بص كده دقق كده ما شاء الله تبارك الله، دي التالتة اهي. اوعى اوعى شغل البلياط. شو النهارده بنتكلم عن السلحفاه ذات الاذون الحمراء او الترسه المائيه، دي بتوصل لحجم ضخمه جدا. هكلمكم عن ازاي تربوها، اسعارها، كل حاجة عنها، بصوا عجبها ازاي على الايد. اكلمكم عن كل ما يخصها النهارده في حياتنا النهارده. قبل ما نبدا حياتنا تاني ما تنسوش تفعلوا جرس الاشتراك وتركبوا المدافعين زر الاشتراك يكون شعر خاصة بالقناة، لايك وشير كومنت جميل، وان شاء الله حلقة تنال اعجابكم. حلقة المحبين السلاحف المائية، المحبين تربية السلاحف او المحبين تربية السلاحف البرمائية. تريك تمام يا اخواتي. بس قبل ما نبدأ الحلقة حابب أشارككم سكتش كده هيبقى يعجبكم، وبعدين أقول لكم كل التفاصيل والأسعار، واللي عايز يشتري أقول لكم بتبدأ من كام، وكل تفاصيل خاصة بعناية في الحلقة بتاعت النهاردة. وعندنا بدأ لحد تاني اليوم أهو. بمناسبة رجوع ترند الأسطورة من جديد، معاكم أخوكم إسلام الدسوقي، أتمنى تكونوا سمعتوا عنه. أنا عايز إخواتي قبل بس ما الفيديو يشتغل والكاميرا تشتغل يقولوا لي ايه الفرق بين ناصر ورفاعي واسلام الدسوقي غير الفرق اللي كل الناس عارفاه. يا ما قلت لرفاعي اخويا الله يرحمه اما اتحايلت عليه ناصر، قلت له يا ناصر اشتغل معاه في السلاحف يا ناصر وفلوسها حلال وتجيبه تكسب، قلت له اشتغل مع الولا اسلام كرم راجل معلم وتشتغل معاه برضه وتكسب برضه، بس الطمع وحش يا ابن ابويا، تقدر تقول ما سمعوش الكلام. انا عايز اقول لكم اكتر واحد اعترض في طريقي كان ابن ابويا، كان اخويا ناصر، وقال لي انت طريقه عدك للحيوانات مش اللي هي. قلت له طريقه طريقه مين يا ابو طريقه؟ بس مشكله الولا ناصر انه طموح زياده عن اللزوم، والطموح في الزمان ده حلو بس حاسب يكرف منك اخويا. الواد ضيع امنا طلع عينينا، كنا ما بننامش زيه انا واخويا رفاعي، طلعنا على الشقه ناصر كان متدلع بس حبتين، بس نقول سبحانك يا رب على الدنيا. احنا الثلاثه توائم وهم الاثنين طلع لهم ده، وانا ورثتها بضع على ابويا. علي الطلاق انا اليوم بيعدي معايا ب 3000 سنه من بعد فراق امي، وما فضلش غير حنان. بس انت هتعيش لمين؟ عارفين انا ايه اللي واجعني؟ اكتر حاجه واجعني يا ابن ابويا انه ناصر قبل ما يموت خد حقه، انا مش عارف دلوقتي اخد حق مين. وخد بالك ده اللي تعبني قوي، بس هنعملها الدنيا بقى. محمد سامي بقى انا عايز اقول لكم بقى، بالنسبه للي شاف المسلسل ناصر كان غبي، وناصر على طول من غير من اخوه، وهي الحاجه تحل دلعتهم بقى. عملت ايه يا ناصر؟ بهدلت الدنيا يا ناصر. اللي احنا كنا بنجري عليها ناصر موتها بسبب طمعك وجشعك يا ناصر. رحت للحرام واستحليته وقلت لك الحلال اهو، قلت لك الحلال اهو، لزومه تدخل الحرام على اهل البيت يا ناصر. بس نقول ايه؟ صغير سرقتك السكينه، ايه اللي احنا خدناه؟ عديكوا كلكوا رحتوا يا ناصر وسبتونا انا قبل واحدة يا ناصر، وانا مش عارف اعيش من غير مسلسل يا ناصر. انا كنت من الاول ضد الطريق اللي خده رفاعي الدسوقي، بس نقول ايه، ادي نصيبه وادي قدر. وناصر ناصر اللي قلت مش هيخيب الشيطان لعب بيه عليا الطلاق. ناصر ما كان يفكر يشرب السيجار ولا كليوباترا ولا حتى مرت، ويشهد على كلام عمي أخرة الحرام وحش يا ابن ابويا. انا راجع بعد غربه، بس راجع ما لقيتش حد. كنت اتمنى محمد سامي يدي فرصه لجزء تاني اظهر معاكم، بس اللقى نصيب.
عليا الطلاق لما كنت لسه بشرب سجاير وانا صغير في اعدادي، كنت بشرب السجاير اللي هي الرخيصه دي، كنت بجيب سجاير من اللي ام الرخيص اللي ما بتحرقش السن. الاعتراف بالحق فضيلة ابن ابوي، ما كانش معاه فلوس. عليا الطلاق ناصر كان يقول لك اتحامي عليه، اقفل انا معاكم يا اخواتي عشان اشرب ميه عشان شربت. عايز اقول لكم رفاعة الله يرحمه، يوم ما ابونا ده وعضت ايده على كتفه وقال له ارفاعي، انا عايز اقول لكم انا كنت قاعد جنبه، قال له خليك زي القبر يا رفاعي، سرك ما طلعش براك. قعدوا لكم تاني للي ما سمعش المشهد، قال له خليك زي القبر يا رفاعي، سرك ما يخرجش براك، وما تطيش لقبتك غير للكبير، هيخليك في عين كل خلقه كبير، ومش كل اللي يضحك لك يبقى بيحبك، اللي بيحبك اللي يبكيك ويبكي عليك. قال له ما تخليش حد يجي على عرضك ولو فيها موتك. قال له ارضى بالنصيب، ارضى بالنصيب ارفعي، انا كنت سامعهم عشان لو رضيت اترضيت ولو قلت لا كفرت، وكده كده امر ربنا ماشي. قال له لو مال بك الحمل مل معاه، الزرعه الزكلت مل مع الريح، ما تقفش ضدها. قال له المصايب كلها جايه من اللسان، والمشاكل بدايتها كلمه، والسمكه القافله بقها صعب اصطيادها. معملوش بولا كلمة، الله يرحمهم هما الاتنين ويحسن اليهم. عند السلعة فيها يا اخواتي سلعة في مية جديدة وبالحلال، جايبينها بالحلال وبنشقى بالحلال، ماليش دعوة بناصر ولا ليا دعوة برفاعي، الله يرحمه كشغل يعني. لكن اخواتي مش بره عليا النعمة من نعمة ربي، لا اعمل اكتر من اللي عملته وارفع انت وناصر، بس بالحلال. انتوا سراكوا الشيطان، كلكم خشوا في تجارة الحيوانات، ما سمعتوش الكلام. اشربوا بقى وادوكوا شربتوني معاكوا عافية. اللي معانا هنا اسمها سلحفاة ذات الأذن الحمراء، بتسمى الترسة المائية، تمام، مسكتها في إيدي كتير، تعالوا بقى التغيير. دي سلحفاة برمائية، تمام، ما شاء الله لحالك كتير تبارك الله، زي ما حضرتك شايفين برمائية يعني بتعيش في المية والبر، تمام. أنا عاجب المجنون ده، تمام، يعني بتحتاج في التربية بتاعتها جزء بري وجزء في مية، تمام. بصوا كده ما شاء الله تبارك الله الجمال، دي بتاكل العلف بتاعة الأسماك، ممكن تاكل السمك، أي لحوم صغيرة، أي حاجة بتعوم على وش المية ما بتحلهاش بتاكلها، حتى لو خضروات، أي حاجة بتعوم على وش المية حرفيا. عايز أقول لكم جه في وقت من الأوقات كان موجودها في بعض البلدان مشكل خطر عليها وعلى الحياة البرية فيها، إنك أي حاجة بتعوم على وش المية ما كانتش بتحلها. طبعا عشان اربيها كده انا محتاج احوط جزء يكون يابس ما فيهوش ميه، جزء بري، وجزء طبعا فيه ميه، هي بتدفن نفسها في الميه، هي بتنزل طبعا الميه وبتطلع بره الميه، بتحتاج للتشميس، مهمه جدا ليها، هي بتوصل لاحجام ما شاء الله حقك الله تبارك الله اكبر من كف الايد، اضعاف حجم كف ايدي، تمام. اهم حاجه لها الشمس يا اخواتنا، زي ما انتم شايفين يا تعتبر حيوان مفترس، عضتها ممكن في السن ده ما تعملش حاجه، بس ممكن لما تكبر تبقى خطر شويه، تمام، بس في الغالب الحاجات دي بتبقى في الاسر، بتبقى ولف ما بتعملش حاجه. بصوا كده ده شكلها من تحت، بصوا الصدفه ما شاء الله حكت الله تبارك الله، سلحفاه برمائيه ذات الاذن الحمراء او الترسه المائيه، الترسه الخضراء، تمام يا اخواتي. بالنسبه للاكل بتاعها طبعا في اللي بيربيها يعمل لها حوض اسماك ممكن عادي، في حاجة بس عايز اقولها، وهي صغيرة لما تجيب لها حوض، لو هي اصغر من دي قد نص ساعة مثلا، بتملى لها مية في الحوض، ما تكون ما تعديش الصدفة بتاعتها، لا تعرف تطلع دماغها منها، عشان عارفين في السن الصغير ما بتعرفش تعوم، ممكن تملى لها مية قوي تغرق فيها، لكن لما بتكبر ممكن تعتمد على نفسها وتعرف تعوم وتطلع تاني عادي، مفيش مشكلة. وطبعا لازم جزء مية وجزء يابس، تمام. دي السلحفاة ذات الأذن الحمراء، في ناس بتاكلها بس مش عارف يعني، حرام، مش من قلة الاكل يعني، في ناس بتعمل حاجات غريبة. السلاحف دي في ناس انتجت منها في مصر كتير من اخواتنا، تمام، ولاد وبنات، حاجة دي انتج منها، تمام يا اخواتي، وبتبيض اعداد كتيرة جدا من البيض، طبعا الذكر المخالب بتاعته بتكون اطول من الانثى، تمام، بتعرفوا برضو من الديل من ورا، اتعملت فيديوهات عنهم قبل كده كتير، تمام.
يكون برضو في طرق لمعرفة الدقة المنتهية من الديل. تمام يا اخواتي، عموما النتاية بتكون اضخم واكبر من الدكر. تمام، دي السلاحف ذات الاذن الحمراء، سلاحف النينجا اهم. قال لك سلاحف النينجا طلبولي، وادي معايا السلاحف اهي. بتاكلوا حشرات برضه مفيش مشكله، اللي هو ملوه معلقه طلع لو خضار وفواكه كده صغيره بياكلوها. طبعا الحضنه تربون فيه لازم يكون فيه فلتر عشان يبقى يكون فيه نظافه باستمرار. يا اما انت تنضف لهم ميه باستمرار. طبعا في الشتاء عايزين الميه تكون دافيه، يعني حاول تحط لمبه كده من فوق الحوض تدفي بس شويه، لمبه 40 واط مثلا. ممنوع تحط سخان عشان ممكن ياكلوه ويكسروه ويكهربوا الميه، فالناس تاخد بالها. تمام، انا بحب السلاحف دي جدا، اول حيوانات فكرت اربيها في حياتي السلاحف ذات الاذون الحمراء الترسة المائية. عندنا برضو من السلاحف المائية في مصر في السلاحف السوفتشيل اللي درسها في المرسى، بس بتبقى مش على صرفة، دي الحاجات اللي موجودة. وفي منها حاجات ملونة، بيبقى في منها أخضر وأصفر وأحمر بس، سفارات تانية. تمام، وفي سلاحف رجلية جانبية العنق، بس دي حاجات بتكون مصورة من برا، ده المتاح عندنا وده الموجود. من فترة كده مكانش في موجود سلاحف، بس عشان كان موقوف استيرادها من برا. تمام، مكانش بتخش مصر. بالنسبة لسعرها فبتبدأ من أول سكة مثلا 650 جنيه، توصل لحاجات عملاقة بتوصل لحد 1800 واكبر، وحاجات اسعار اكتر من كده كمان حسب الحجم. بص كده، بص كده ما شاء الله لا حول ولا قوه الا تبارك الله. كمان طبعا ما ينفعش تصبر ميه مده كبيره ولا تقعد في الميه على طول، بحبها بعشقها. بص ان شاء الله لا حول ولا قوه الا تبارك الله. شخت عليا يا بنت، شكرا. نزل شكرا، خدوا بالكوا ده مكان ايه، ده مكانش الشيخ، الشيخ دي والله عضو. ايه ده بقى، الدكر عضو بيبان، شكلك ذكر. دي السلاحف ذات الأذون الحمراء كنا بنتكلم عنها النهارده، موجود منها اهو بفضل الله تعالى. لو اي حد عايز اي معلومه انا نسيتها، انا تحت امركم يقول لي. طبعا وانت بتجيبها لازم تكون تصرفاتها كويسه، مش مكسوره مش تعبانه. تمام، مفيش اي قطع او اي خدش او اي كسر، ودي اهم حاجه. الشمس التقيله خطر على اي حيوانات. تمام، وطبعا الميه تكون فيها دافيه اغلب الوقت، لما لا ساقعه ولا بارده ولا حر قوي. يا ريت اخواتنا ما تنسوش تفعلوا جرس الاشتراك وتتاكدوا من تفعيل زر وتركوا كل الاشعارات الخاصه بالقناه واللايك والشير والكومنت الجميل، وراح بقى ارجعها مكانها. انا مش عارف انا مغزى اظبط شنبي عشان مسكه. اما في الجزئيه دي فدي بقى لهوايه التفريخ. انا عايز اقول لكم فتره حضانه البيت بتكون في خلال شهرين ثلاثه، اللي عايز ينتج وممكن تسيب ذكر وانثى مع بعض، او ذكر وكم انثى وينتجوا ويشتغلوا عادي، وما بتطلعش بره الميه غير في حاله انها تتشمس او انها تحط البيت بتاعها. وطبعا النتاية بيوصل طولها لحد 33 سنتي، لكن الذكر في الغالب بيكون اخره 25 سنتي. وطبعا اكيد كلنا عارفين انها تسمت سلاحف ذات الاذن الحمراء عشان خاطر ودانها على الأذن بتاعتها ألوان حمراء، ده معروف يعني.